ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. النقابة تحركت وأصدرت بيان بشطب اسم محسن الشريف من النقابة التونسية لقطع الموسيقى. هو كان منخرطا في النقابة مقداد؟ نعم يا سيدي. من أنو عام تقريبا منخرط؟ ولا يجي كرة من 2016 معك. يعني أنتم عفيتوا عليه على الغلطة الأولى؟ أي معناه ما خرجناش قرار فيه. قلنا يا محسن قلت له بعثت له نبات عليه قلت له شو التصرف هذا؟ تصرف راك عملته حاجة خايبة ياسر 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 وانت راك فنان الفنان معناتها زبدة القوم شو كلام هذا مرآة المجتمع لازمك تعطي الإكزامبل شو تقول يا عيانة تانية شو كلام هذا ما عندوش وعي سياسي يبدو خليني ننسب يبدو أنه لا وعي سياسي له والله لو كان جيل بنية صغيرة تو عمرها 5 سنين تقول لها فلسطين تو دموعها تهبط وسي فلسطين احنا راضعين في الحليب الحكاية ذي شو ما عنده شوي سياسي ويقول بعظمة لسانه اللي هو شارب ودرسوا حكاية بتصرفات أخرى دونك أنتم ما سمحتوه أو 2016 سمحتوه أي وعطيتوه بطاقة انخراط إلى أجل غير مسمى هات برا بركة يخي عاود الكرة وعاد بما هو أمضى وأنا نحب نقول لك اليوم سكوب هنا هات اللي سيدة ذي راه قيد متاع فنانين الإسرائيل قيد إيه نعم معناه يلا بينا اسمع بيه اغنيه هذيك بتاع يلا بينا يلا يا حبيبي يلا هذيك هي على فكره واحده يمكن من الاغاني اللي تبارك بركة اش بيها اي شيء حاسيلو اللي تتغنى غادي لا يغني كل شيء غاديك عاد حاسيلو ولا يهز في العبيد معناها الرجل ولا يخوف المكس وفما مساله دوسي يعني تاعو مازال محلول قاعد نحقق فيها راهو باش باش ما خاطر انا ما نقول كلام الا خاطر هذيا ايش نقول لك حاجه وسائل الاعلام لازم تكون مسؤول فما مسألة قاعد نحقق فيها توا يبدو أنه هو قرابات معناها دموية إسرائيلية فهمني قاعد نحقق فيها شو رجعت لشجرة العائلة للشجرة؟ إيه نعم سيدي ما لله ما تاخذ دوسي يخدموا بالقدا باش كي تسكر بالقدا إذا وكلت شبع وإذا ضربت وجع إيه خلنا نرجع للمسألة أنه ما نتعديهاش مرور الكرام مسألة أنه هو قيد السيد إيه هذا نعم. بشكل المنظم ولا بشكل عفوي ولا في النوار ولا في الخفيف إيش نوع عفوي معناها معناتها هل السيد هذايا حال بالحق أجانس وهمية لا أجانس لا شيء هو اللي يهز وينهضم اتفاقات مع جماعة غاديكا ويهز في العبيد من هنا فنانية يقول له ما ياو عندك قائمة بالفنانين اللي مشاو إلى إسرائيل نعم نعرف أما كي تقول فنانية إيش أقول لك حاجة مو هذايا ديما وهذه هكا زعامة تونس في كل شيء فهمتني انت تقول له فما واحد طويل ويقول له كيف ما حتى الخسار فما زاد زعما هو يعرف عرفته زعما في سما هكا يلتا كونتر دي ويعرف اللي فما قصار يقول لي نعرف مش هذا نعرف موسيقيين مشاو لاسرائيل ونعرف اما محسن حاجه سبيسيال ولا قيد يهز في العباد ووقت اللي قال يحيى نتنياهو حاجه زاده غير عاديه معناها فاض على كل شيء احنا قلنا له يا خويا ايش اقول لك حاجه نحن نشطبك من هذه النقابه وبعثنا خويا للوزارات المعنية بالأمر فهمتني وحتى الكونتراتوات نتاعو الكل رجعوا على وجهه كل بكل صراحة نقول أي كونتراتوات اللي رجعوا العقود اللي عنده في الفروحات ودرجوا رجعوا وي ما عندك ما عادش باش تشوفوا في حتى تظاهرة به خلينا نتفقوا في زوج حاجات نعم. عندك اليوم سلطة على تظاهرات من خلال تنسيق مع وزارة الثقافة إلى غير ذلك وزارة الداخلية وزارة الداخلية نعم لكن على عروسات مثلا أنا نحب نجيبه في عرسي جيبه هل يمكن أنك أنت كمقدد سيلي نقابة اليوم تمنعني أنا بش نجيب محسن الشريف في عرسي أنا؟ أنا هاني قلت لك جيبو ريت محلها جيبو خاطر فما ديجا فما عرس كلموني أو خذوا نور النقابة زعما كلموني قوي رغاكا غاكا أما قالوا لي قلت لهم ما تشاورونيش أنا ما نبعثش تكذيب أو نبعث منع المولى السالة شكون مولى السالة؟ ما نبعثش المولى الباش أنا نبعث للوزير وزير الداخلية وزير السياحة وزير الثقافة اللي هما كلهم يعرفوني اللي انا باش تتبعوا القانون عرسا بيتا بيتا سالا مانيش انا زنقة مش انا زنقة فما داخلية عندها اعوانها وعندها اطاراتها وعندها مصالحها وعندها امورها كل حد يخدم خدمته به قال استعطفوني للغناء في اسرائيل اي استعطفوني لحلحوا به علاش استعطفوه كان هو علاش ما استعطفوش صابر ربيعي ولا لطفي بوشناق اللي هما قمام نتاع غناء وتقال انه كثير من الفنانين استعطفوه توينسا استعطفوه وتوسط لهم يعني ماهوش هو اللي هما يقولوا له
هو هما يقولوا له، هما يقول امان هزنا معاك، وهو كيقولوا له يهز. اسمع بها، قولوا له عبد الحليم، هما هما يقولوا له، هما كيقولوا له شو يعملوا، هو يلبي يلبي النداء يهزهم معاه رجل ولا ينظم. يعني كيفاش الدنيا قداش عدد الفنانين اللي مشاو معاه الى اسرائيل؟ مشاو معاه وحتى مشاو قبله، فهمتني؟ قبله قداش عندك عدد؟ العدد الكل في كل ما يفوتش حتى ممكن 20 حاجه كيف هناك. 20 كثير. نعرف نعرف، هاني قلت لك مفرقين معناها موسيقيين وكذا ايتترا. بون اما نحكي لك على الحاجات. انا كان معايا الله يرحمه قاسم كيفي، وقال وقال بصريح العباره انه كان يمشي. قامت الدنيا ولم تقعد. قامت الدنيا ولم تقعد، وتصدمنا الناس الكل الى غير ذلك. اليوم النقابة وقت اللي شطبت له لا توا قاسم الله يرحمه قال لك الدولة كانت هي تهز فينا. ايه فهمتني، احنا ما عندناش اثباتات كونه معناتها بن علي كان يهز فنانين لاسرائيل، معناها هذه حكايه مزده. يا اخي اي انسان يتكلم كلام معناها هكاك اللي مسؤول معناها فماش قانون يرد يردوا بالكم، راه فما قضاء، فما وكيل جمهوريه، فما الدنيا، فما جيش، فما وزير داخليه، فما شيء نحب نفهمه. فما شيء نحب نفهمه، انا عم ناوي المقطع وخسرت كاميرا الخفيه نتاع اللي تعاملت فيه. رفض شالوم، شالوم رفض. شكون؟ محسن الشريف ان يذهب الى هكاك يلعب، هو بالكدا يلعب مليح خربقه. فكيف يرفضها في قمرته ويقبلها في ايلات؟ ما تجيش الحكايه، راه ويجي يقول لك حاجه وتعدى معايا قال لي انا ارفض وما عادش نمشي الى غير في الدنيا. ثم حاجات نتناقشوا فيها وانتو بارونتيز باش نحل القوس هنا. انا مستغرب من موقف البعض من الناس والبعض من الفنانين. انتو بارونتيز ثم فنانين في بالك قالوا قالوا كان هو معناها ذي مشى لاسرائيل ربي سيبوه خلي غني على روحه. فنانين قالوا هكا؟ اي شو منطق دخلت لها انت قلت شو كلام تقول فيه انت؟ شو كلام تقول فيه؟ انت تحكي على اسرائيل بالصفه هذه وقلت له داير في برنامج مع سمير لافي كان يضحك. قلت راني انا جاي مانيش الدغباجي راه هنا، اما ذي امر معناها لا نقاش فيه. لكن كان يضحك، كان واخذ الامور وكانت عندي مكالمه هاتفيه مع سفير فلسطين في تونس اللي زاد بارك عمل النقابه. شو كلام هذا؟ شو تمشي لاسرائيل كيف هذا كلام توا يا رسول الله؟ هذا في نقاش. شنو موقف وزاره الثقافه اللي حتى لليوم ما خرجت حتى شيء؟ والله وزاره الثقافه يقول لك حاجه، ما تنجمش انتوما ما تنجمش تكون وزاره الثقافه ضد مساله كيف هكا، والسكوت علامه الرضا. شنو متهبط بيان، تهبط حاجه، تهبط ورقه. هذاك كلم السيد الوزير يصير تحقيق مولك. يصير تحقيق، احنا كنا نتمناو انه الوزاره تقول ثبتنا وتبعنا وشفنا الباسبورات، شفنا اش دخلوا، شفنا خاطر انا بعثت القرار الشاطب لسي محمد العابدين وقراه وكل شيء وقال لي سي بون فهمت نتقابلوا معناها بون ما نصورش انا. لكن وزيرنا باش معناها يقول لك لا اي صفقوا له مشى لاسرائيل. نعم وين با وين البيان هذاك؟ وين البيان؟ وين القرار هذاك؟ مكتب الاعلام بوزاره الثقافه هذاك الوزير يا اخي، الوزير يكلم المكتب الاعلامي يعتبر باوامر الوزير. اي ثم انتم تقولوا له يا وزاره ما اعطينا رايك، اعطي للناس رايك. انتم بعثتوا للوزاره باش تحقق من قبل، من قبل ما يهبط القرار نتاعكم انتم. وانتو كا معناها بون اونتر اوتر معناتها لو هو انكر معناتها لو كان جاي في الحصه نتاع سمير وافي وانكر قال انا ما مشيتش لاسرائيل وانتم تكذبوا عليا انتم الكل باش تسكتوا وتخرجوا معناتها بخفه يا حنين. لكن هو كانت عنده، لكن احنا عندنا اثباتات بخلاف هو ينكر ولا ما ينكرش، عندنا اثباتات اللي هو مشى وهو ما كانش من العكسين قال لك مشيت ماك شفته كيفاش عمل لي فيها معناها قوالب سارحه فهمتني، عمل لي فيها كيك العزوزه اللي هربه مع المطهرين يضحك. هذا وقت نتاع ضحك كان يدغدغ فيه، انا نقول له مشيت لاسرائيل يا سيد اعطيني ما يبرر الشيء هذا اللي انت قاعده تكرر في نفس الخطا وكل مره تعود بما هو امض. فالراجل كانه ما في بالوش، احنا اشطبنا له على اسمه بصفه نهائيه وهذا من حقنا. اذا كان ما ثماش وطنيه عاد سماح على الدنيا السلام. الاخبار خرج في تقريبا كل وسائل الاعلام العربيه، الجزيره مؤخرا نقلته. نعم. الامارات ابو ظبي معناها كل خرجوا الجرائد العربيه كل. يبدو انه ما يهموش، فما انت حسيت من كلامه تشطبني ولا ما تشطبنيش؟ اي الحكايه ما تعنينيش. قال جديد العويني كيف يا رغم انت تشطبني ولا ما تشطبنيش؟ لا لا يفا با على لوان ان توكا مش باش تضر، هو راجل لاباس عليا راه ماديا انت بروتيز على حساب محسن الشريف في يده صحن في سقيفه سيدي محرز كيما برشا فنانين اللي يقسموا منه 800 هما مساكن مازالوا لتوا معناها ناقصين. كلمك بعد الحلقه ولا ما كلمكش؟ ما كلمنيش ولكن كلمني سمير الوافي قال لي راه يحب يجي يجيب لك بوكي نوار ويبوسك من راسك معناها انا سيدي محرز. قلت له يا سي سمير راهي الحكايه هذه راني انا ما نفهمهاش
وبوكي نوار يمشي يهديه لأطفال غزة مش لينا. وعلاش يجيب لك بوكي نوار؟ لا معناه يحب يطلب السماح. قلت له يطلب السماح من الفلسطينيين ومن أطفال غزة ومن الشعب التونسي كل، يطلب السماح مني أنا؟ يعجبكش؟